وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مشروعين صحيين على مستوى تراب عمالة سلا. الأمر يتعلق بكل من فضاء لصحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت ووحدة لاستقبال الأطفال ضحايا العنف بالجماعة الترابية أبي القناديل. كل شيء الحمد لله داخل في إطار الإصلاح ديال المنظومة ديال الصحة كيف بغى صاحب جلالة الله ينصرو. الحكومة كتعمل اليوم باش تفعل التوجيهات ديال صاحب الجلالة تقريب الخدمات، وكنوقفوا على الرقمنة ديال القطاع، ولأن هي الحل اللي غادي تقرب الخدمات أكثر فأكثر، لأن المواطن المغربي ملي كيتوفر على واحد الملف طبي رقمي كيمكن له يدلي به في أي منشأة صحية، فهذا تسهيل من من من, من وسائل التسهيلات اللي تقدمها الصحة للمواطن. إطلاق المشروعين الصحيين يأتي في إطار تعزيز العرض الصحي بتراب عمالة سلا التي تعرف كثافة سكانية متنامية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وخاصة فئة الأطفال ضحايا العنف وصحة الشباب. هذا المشروع هذا غادي يمكننا باش نواكبوا الأطفال وضحايا العنف بجامعة أبي القناديل من حيث التكفل بالعلاج والمواكبة الاجتماعية والنفسية ديال الأطفال والنساء المعنفات. أما المشروع الثاني فهو يتعلق بخلق أول فضاء لصحة الشباب بمقاطعة ديال التابريكت. هذا الفضاء غادي يهتم بالشباب بين السن ديال 10-25 سنة، للعدد ديالهم تيفوق 70,000 شاب وشابة. المشروعان الصحيان يندرجان في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية ولضمان التنزيل الفعال والمحكم لورش الحماية الاجتماعية.